علشان نقدر نقرأ اسم الميلاد للملك سنوسرت الأول، هنبص على الخرطوش اللي قدامه علامة صا اللي هي البطة، وعلامة را اللي هي قرص الشمس. أول علامة هي حرف السين، وهنا بتتنطق أس ومعناها رجل. وراها علامة على شكل أمواج المياه، وهي حرف النون وتتنطق أن ومعناها تابع. أما وسرت بتتكون من أربع علامات. أول علامة هي على شكل رأس حيوان وعصا وتتنطق وسر. شكل المطوية هو حرف السين، والعلامة على شكل الفم هي حرف الراء. جملة تأكيد نطق حرف السين والراء في كلمة وسر. ووراها علامة على شكل نصف رغيف خبز وتتنطق تاء، والكلمة على بعض وسرت. وهنا اسم الملك اسان وسرت، ومعناها رجل القوة. علشان نقدر نقرأ صرخ الملك سنوسرت، هنبص على الصرخ اللي قدامنا هنا. هنبدأ من الشمال لليمين، لأن الطائر قدامنا بيبص ناحية الشمال. أول علامة هي على شكل مفتاح وتتنطق عنخ، ومعناه الحياة. بعد كده هنلاقي تلات علامات. أول واحدة هي علامة على شكل تلات جلود مربوطة وبتتنطق مس. وراها علامة على شكل فرخ السمان وهو حرف الواو. بعديها علامة على شكل نصف رغيف العيش وهي حرف التاء. هنا التلات علامات مع بعض يتنطقوا مسوت، وهي كلمة جمع ومعناها مواليد. عنخ مسوت معناها الحياة للمواليد.